أهمية كفاءة استخدام الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة. لقد أصبح تغير المناخ واقع فعلي يؤثر على حياتنا اليومية. يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في حدوث الجفاف، بما يهدد حياة الإنسان ويتسبب في انقراض بعض الكائنات. يؤثر تراكم الغازات الدفيئة على النظم البيئية، النظم الأيكولوجية، مما يؤدي إلى احتباس الحرارة داخل الغلاف الجوي، ويتسبب في تغيرات في درجة الحرارة. ويعد تزايد استهلاك الموارد الطبيعية بمثابة مصدر رئيسي لانبعاث الغازات الدفيئة، كما يمثل السبب الرئيسي وراء ظاهرة تغير المناخ. ولن يتحقق انخفاض ملحوظ وجدير بالاعتبار في الآثار البيئية الناجمة عن قطاع الصناعة سوى من خلال انتهاج سبل نظيفة ومستدامة لإنتاج الطاقة جنبا إلى جنب مع استخدام الطاقة على نحو يتصف بالمزيد من الكفاءة. وفي كافة أنحاء العالم يساهم القطاع الصناعي بثلث إجمالي الانبعاثات، وسعياً إلى الحد من ظاهرة تغير المناخ تقتضي الضرورة بالشروع في استخدام الطاقة في القطاع الصناعي على نحو يتصف بالمزيد من الكفاءة، إلى جانب استحداث مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وفي مصر يستأثر القطاع الصناعي بما يقرب من 35% من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويطرح تأمين الطلب على الطاقة تحدياً رئيسياً تجاه تعزيز النمو الاقتصادي في مصر. تصنف مصر ضمن البلدان الأكثر عرضة للآثار الناتجة عن تغير المناخ. ارتفع معدل الطلب على الطاقة في مصر إلى مستويات استثنائية، وذلك بما يوازي ضعفي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى البلاد. تتجاوز كثافة استخدام الطاقة في مصر ما يتراوح بين 4 إلى 5 أضعاف متوسط استخدام الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي. هذا يعني وجود مقومات هائلة في مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، وهو ما يعني إمكانية تحويل هذا التحدي إلى فرصة يمكن انتهازها. تشير تقديرات الخبراء إلى أن كفاءة الطاقة لديها القدرة لتوفير ما يقرب من 25% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية، على سبيل المثال توليد الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق مكاسب ترتبط بكفاءة استخدام الطاقة بما يصل إلى 28% داخل القطاع الصناعي. تساهم الحكومة المصرية بدعم من جانب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة اليونيدو، بشكل فعال في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي عن طريق نشر وتداول المفاهيم المرتبطة بنظام إدارة الطاقة والفوائد التي تتحقق نتيجة استخدام هذا النظام، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 7. إذن ما هو تعريف نظام إدارة الطاقة؟ ما المقصود بهذا المفهوم؟ يعد نظام إدارة الطاقة بمثابة إطار يعني بإدارة أداء الطاقة على نحو منهجي بغرض تحقيق تحسينات مستمرة في أداء الطاقة، ويستند هذا الإطار إلى دورة متعددة المراحل يطلق عليها دورة التخطيط والتنفيذ الفحص واتخاذ إجراء. تعني مرحلة التخطيط في المقام الأول بتحديد مجالات استخدام الطاقة الهامة والجديرة بالاعتبار، وتحديد الأهداف والغايات المراد بلوغها، إلى جانب وضع مؤشرات أداء الطاقة وصياغة خطة عمل نحو تحسين الأداء. تعني مرحلة التنفيذ بتطبيق خطة العمل وقياس مقدار التحسين المحرز في أداء الطاقة. في أعقاب إنشاء النظام تعني مرحلة الفحص باستعراض وتحسين وتكرار الدورة بكافة مراحلها، بما يكفل تحقيق التحسين المتواصل، ويتم اتخاذ إجراء تباعاً. وينطوي نظام إدارة الطاقة على المزيد من المقومات الواعدة بما يتخطى تحسين أداء الطاقة، ولقد برهن هذا النظام على قدرته على إحداث تأثيرات هامة وجديرة بالاعتبار من حيث خفض تكاليف التشغيل وتحسين مستوى المنطوقية في عمليات التشغيل وزيادة الإنتاجية، إلى جانب الحد من الآثار الكربونية على مستوى المؤسسة المعنية.
حرصت العديد من المنظمات في مصر بالفعل على تطبيق نظم إدارة الطاقة داخل مرافق الإنتاج التابعة لها، وهو ما أدى إلى تحقيق تخفيضات ملحوظة وجديرة بالاعتبار في فاتورة تكاليف استهلاك الطاقة الخاصة بها، بالإضافة إلى تحسينات في التأثير البيئي الناتج عن عملياتها. قام القطاع الخاص في مصر بتعبئة ما يتجاوز عن 5 ملايين دولار أمريكي لحلول كفاءة الطاقة. تم تحقيق وفورات في معدل استخدام الطاقة بما يتجاوز 900 جيجا وات ساعة على مدار 3 سنوات من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، الذي يتم تنفيذه من جانب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة اليونيو. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتعين على القطاع الصناعي بذل الكثير من الجهود من أجل تمهيد الطريق نحو مستقبل يتصف بالمزيد من الاستدامة من أجل صالح مصر، وبما يضمن تأمين واستدامة مستقبل الطاقة للجميع.